هتستعدوا ازاي للمباراة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وماتش مهم بكره في دور مهم. عملنا مجموعه دور مجموعه كويس جدا، اللعيبه كلها مركزه، عاوزين ناخد ماتش بكره ده ماتش نحسم الدور من هنا. مفيش حاجه تحسم طبعا من ماتش واحد، ولكن زي ما الكابتن قال الماتش هناك هيبقى صعب من رمضان وصيام. ان شاء الله نحاول نحقق نتيجه كبيره هنا، نتيجه كويسه تساعدنا. طبعا فريق كبير، فريق مذهبي عنده بطولات وتاريخ، بس احنا برضه فريق محترم، فريق بقى له 3 سنين بيلعب في افريقيا، بيأدي بشكل كويس سيمي فاينل وفاينل. ان شاء الله السنه دي نحاول ناخد البطوله ان شاء الله، وكل المجهود الجهاز والكابتن قاعد معانا ان شاء الله. حضرتك بقى المرحله الجايه باذن الله. طبعا كانت فترة صعبة، إصابة ضايقتني شوية، بس الحمد لله يعني في الأول وفي الآخر. الفترة اللي فاتت كلها كنت دايما شغال مع كابتن مصطفى، وبعد ما خلص البرنامج العلاج بتاعي والتأهيل، فده اللي ساعدني إن أنا أرجع بشكل أسرع. وطبعا أنا عارف كابتن مصطفى وكابتن إيهاب مش أول مرة يعني أتمرن معاهم، وده ساعدني بشكل أسرع إن أنا أكون موجود في الفريق، وما كنت موجود ماتش المحلة اللي فاتت. ان شاء الله اكون موجود مع زمايلي، وان شاء الله نحقق حاجه كويسه السنه دي، واتمنى ان شاء الله اكون اخر الاصابات وربنا يرجع احسن من الاول، واقدر اجيب زمايلي ان شاء الله. في يعني لفته طيبه من اللعيبه ان هم يعني رحبوا بيه بشكل كان لطيف وظريف، لكن احنا شايفين بيشارك في بطوله افريقيا، انتوا كلاعيبه ده مسؤوليه كبيره عليكم النهارده انك بتخوض هذه المواجهه او المواجهتين، اعتقد وداع يليق بالكابتن ايهاب مع تاهلكم للسيمي فاينل ان شاء الله. طبعا اول حاجه طبعا مبارك للكابتن ايهاب، ويستحق ده، ومن زمان كمان مش دلوقتي بس. والحاجه الثانيه ان الكابتن ايهاب معودني دايما ان اتحمل المسؤوليه، وحتى لو في اي اخفاق بالعكس الكابتن بيدينا ثقه، ما بنبقاش شايلين هم الماتش الجاي خلاص صفحه وكده. الماتشين دول يعني عليهم معايير كتير، الماتشين دول هيودوك في حته تانية، هيدول الفريق في حته تانية. احنا ماشيين بشكل كويس في الدوري وفي الكاس، متأهلين الدور اللي بعد كده، بس الماتشين دول احنا بالنسبه لنا بطوله افريقيا من البطولات المهمه، هي والدوري. ان شاء الله يعني زي ما انت قلت دول اخر ماتشين، او لسه مش عارفين الكابتن هيقرر ايه بعد الماتشين دول. ان شاء الله نكسبهم ونتأهل للدور اللي بعد كده، وتبقى مش عايز اقول وداع يعني للكابتن ايهاب. ان شاء الله هو هيبقى موجود في حته كبيره طبعا، وحته هو يستاهلها، وان شاء الله كلنا سبورتي.